متابعينا الكرام، متابعين الموقع، بصراحة الإخباري أهلا وسهلا بحضراتكم. مكملين معاكم بالتغطية الخاصة والحصرية من داخل محافظة بورسعيد. خلونا كده نشوف السيدة الجميلة دي جاية عشان تعمل إيه النهاردة، وتعمل توكيل لمين بالظبط؟ وعلى وفاه ابنها اللي متوفي من 4 سنوات، الا انها يعني هنا جات مخصوص. وكمان وزغرت ما طلعتش من قلبي ابدا، ولا عمرها تطلع من قلبي، لكن طلع من ابني في قلبي. بس هي طلعت لك يا حضره الرئيس، طلعت لك يا حضرة الرئيس. الزغروطة دي ما طلعتش خالص، عمرها ما طلعت من 4 سنين، ما طلعتش الا علشان حضرتك يا سيادة الرئيس، عشان انت غالي علينا وجاية من السلام. اول اللي عرفينا بنفسك اني فاطمة السيد مصطفى عبد السلام. عندك كام سنة يا حضرتك؟ بورسعيد 60 سنة، ساكنة في الحرية الصغيرة، عمارها 172، شقة 13. انا ساكنة في الحرية، ورا الحرية الصغيرة، عمارة 172، شقة 13. جاية تعملي ايه النهاردة؟ جاية عشان حضرة الرئيس. انا جاية من حرية الصغيرة عشان حضرة الرئيس. من الصبح بدري. وجاية من الصبح بدري. وقاعدة قدام المكتب عشان سيادة الرئيس. احنا بنحبه. احنا بنحبك. احنا بنحبك والله. انا بحبك. بس نفسي ربنا سبحانه وتعالى يجيب لحق ابني اللي راح مني، من واحد ما يسواش. يعني راح في شكله كده، ما كانش بالشكل، كان بيحاجز ولد يخلص شكله، راح فيها. بس ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حقي ان شاء الله. ربنا يخليك لنا. انت جايه يعني عايزه تقولي وجايه؟ انا حزينه قوي قوي قوي، وطول عمري حزينه قوي قوي قوي، بس علشان حضرتك اجت لك. انا لا بروح في افراح ولا بروح في اي حاجه، حزني على طول في قلبي، حزني علشان ابن عمر، قلبي حزين بيعيط من جوه والله يا باشا، قلبي بيعيط. ست الرئيس ربنا يخليك لنا يا رب، ويطول في عمرك وينجحك ويخليك لنا. واحنا بنحبك، احنا بنحبك والله، احنا بنحبك، ورحمه اللي جوه قلبي احنا بنحبك. انا بحبك بقالي 3 سنين ونص في الحزن دون، في الحزن دون، وعايزه حقي، عايزه حقي يا ست الرئيس، انا عايزه حقي، انا قلبي حزين، ما عنديش حد يجيب له حقي الا ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيجيب له حقه. وربنا يخليك. انا بروحش في اي مكان ولا بروح في اي حته، بس انا جايه من الساعه 7 الصبح عشان حضرتك، عشان احنا بنحبك، كلنا بنحبك، وانا بحبك، وانا بحبك، وربنا يخليك لنا. والزغروطة دي طالعة من قلب حزين، من قلب حزين، من قلب حزين والله، والله من قلب حزين. وربنا يخليك لنا يا رب، ربنا يخليك لنا. وبنحبك، بنحبك، بنحبك، بنحبك والله، كلنا بنحبك والله. وطلع من قلب حزين، ما بيفرحش أبدا، قلب حزين على ابني اللي راح مني، والله 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 حزين على ابني. يا رب انا حزين. ربنا يرجع لك حقه يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب يبرد قلبي، يا رب يا رب يا رب يا رب. وخليك لينا سيادة الرئيس، ربنا يخليك، يخليك، يخليك في الدنيا وينجحك يا رب. جعلك من ناجحين يا رب، جعلك من ناجحين يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا. متابعينا الكرام، مكملين مع حضراتكم من داخل ديوان عام محافظه بورسعيد علشان نشوف الاقبال النهارده عامل ازاي. لكن انا واقفه بعيد شويه عشان خاطر الشباب. خلينا كده نشوف الشباب النهارده متواجدين داخل ديوان عام المحافظه، وبالتحديد في مكتب توثيق حي شرق، ونشوف كده اسلام بقى. معلش احنا جبناك كده اهوت مره واحده، عايزاك تكلمني عن اليوم النهارده وتعرفني بنفسك اكتر، وخلينا نتكلم عن يعني عنك انت وعن مهنتك اكتر.
طيب ومبدئيا كده السلام عليكم، معاكم اسلام وقف الجبر امين مساعد امانه الرياضه بحزب حماه الوطن محافظه بورسعيد. احنا النهارده بنشارك في عرس، طبعا ده مش بيتكرر كل يوم، دي الاستحقاقات الانتخابيه المفروض طبعا ان هو واجب وطني على كل حد، يعني كل ما هو مصري وعايش على ارض مصر المفروض ان هو بيشارك بغض النظر انت ايه او ايه دماغك او ايه القصه، لكن القصه ان انت ده واجب وطني عليك لازم تنزل تاديه، لان دي امانه هتتحاسب عليها. البلد مش بيديرها رئيس الجمهوريه لوحده، البلد بيديرها رئيس الجمهوريه ومعاه الشعب. انت النهارده بتنزل بتقول انا موجود، انا نازل اشارك، نازل اساهم، نازل اساعد. بتساعد باول حاجه انك تنزل بتقول انا نازل انتخب سيد رئيس عبد الفتاح السيسي عشان خاطر هو يعني احنا اخترناه من البدايه، استلم البلد في ظروف صعبه، طبعا بنى مصر جديده، يعني حرفيا هو بنى مصر جديده. ممكن تقول لي حضرتك احنا بنمر بظروف صعبه، اكيد هقول لك احنا بنمر بظروف صعبه، لكن هو انت عارف هل الدول اللي حواليك هي بتمر بظروف صعبه زيك ولا كويسه؟ كل الدول فيها مشاكل، كل الدول فيها معوقات، لكن احنا مش خلاص، احنا قلنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توكل على الله، على بركه الله حضرتك اشتغل واحنا بظهرك ومساعدك ومعاك. لو احنا بنتكلم عن النهارده بامانه يوم جميل جدا، شايفين يعني لو حضرتك رحت كده قدام شويه هتلاقي شباب جايه، اللي جاي مجبس رجله، هتلاقي اي ستات كبيره، رجاله كبيره معاها اطفال جايين. ليه؟ جايين علشان هم حاسين ان ده واجب وطني لازم يعملوه. فان شاء الله اليوم يبقى جميل، وان شاء الله الانتخابات الرئاسيه تيجي وتكون جميله، وان شاء الله ربنا يوفق سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل خير. والله احنا قلبنا معاه، واحنا في الدوله كل واحد من خلال موقعه، يعني الموظف والسواق والحارس العقار والاعلامي والصحفي والمدير والغفير، كل واحد بيقوم بشغله على اكمل وجه عشان خاطر البلد اللي هو في الاول وفي الاخر استقرارها وامانها هيعود علينا وعلى اولادنا ان شاء الله. شكرا جدا، الله يخليك وتشكر، شكرا. وبشكركم جدا متابعينا من كل مكان في الموقع بصراحة الإخباري. النهارده كنا معاكم مكملين بالتغطية الخاصة والحصرية من داخل ديوان عام محافظة بورسعيد ومكتب التوثيق الخاص بحي الشهر العقاري، وأحد الأماكن اللي الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية قررت بيها. غير في كده ثلاث أماكن تانيين ممكن إن احنا نقدر ننزل عشان نعمل فيها التوكيلات الانتخابية، سواء كان لرئيس عبد الفتاح السيسي أو لأي مرشح آخر هيكونوا يعني موجودين داخل السباق الرئاسي لعام 2024. وبشكر حضراتكم.